نصرة للقدس وتنديدا بإعلان ترامب المشؤوم، خرج المئات من المواطنين في مسيرة انطلقت من ميدان الاستقلال في سلفيت، وذلك استمرارا للحراك الشعبي والرسمي المتواصل منذ أسابيع. من هنا باسم كل الشرفاء في محافظة سلفيت نقول للقيادة الفلسطينية ونقول للرئيس محمود عباس سر ونحن من خلفك في هذه القرارات، وإن شاء الله باجتماع المجلس المركزي للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية سيكون هناك قرارات هامة وستكون قرارات مصيرية بالنسبة للقضية الفلسطينية. جموع المواطنين أكدت أن قرار الإدارة الأمريكية لن يغير من واقع مدينة القدس شيئا ولن يعطي الشرعية لإسرائيل، مشددين على أن القدس كانت وستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين. فتح هي التي تحافظ على القرار الوطني الفلسطيني ولن تسمح لأي أحد أن يسيطر أو يتحكم في هذا القرار، وبإذن الله تعالى سنبقى على طريق القادة الشهداء ومن بعدهم الأخ القائد محمود عباس أبو مازن. هذه المسيرة نصرة للأقصى لدعم أن تكون القدس عاصمتنا الأبدية بعيدا عن قرار ترامب الغضيب. المواطنون أكدوا التفافهم حول القيادة ممثلة بالسيد الرئيس محمود عباس في مساعيها الرامية لمواجهة إعلان ترامب المشؤوم وحماية القضية الوطنية من المخاطر المحدقة بها، وأن شعبنا كان وسيبقى الوفي لتراب فلسطين مهما تعاظمت المؤامرات على القضية والوطن. ستبقى القدس حاضرة في كل ميادين فلسطين بمكانتها التي لا يمكن أن يغيرها إعلان أو قرار. من مدينة سلفيت محمد شتيه، تلفزيون فلسطين.